الرئيس السيسي يوجه بتعزيز كفاءة منظومة المساندة التصديرية والمتابعة الشخصية المنتظمة من الوزراء للمشروعات التنموية. مدبولي يؤكد ضرورة الإسراع في تنفيذ 100 إجراء المقترحة لتحفيز الصناعة في ضوء توجيه الرئيس بتشجيع الصناعة الوطنية. البرهان يشدد على ضرورة تشكيل حكومة كفاءات مستقلة في السودان ذات مهام محددة. منتصف ليل القاهرة العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من أكسترا نيوز. أهلا بكم، والبداية مع أحمد أبو زيد. أهلا بك أحمد. أهلا بك إيمان، شكرا جزيلا، أسعدتم أوقاتا. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز كفاءة منظومة المساندة التصديرية وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامجها. وخلال اجتماعه مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، وجه الرئيس بتعزيز توافق التمويلات التنموية المختلفة مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات. كما وجه الرئيس السيسي بالمتابعة الشخصية المنتظمة من الوزراء للمشروعات التنموية والتدخل الفوري لتذليل أي معوقات أو تحديات. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض المؤشرات الأساسية للاقتصاد المصري خلال عام 2021 وموقف الميزان التجاري والصادرات والواردات، فضلاً عن التعاون التنموي مع الشركاء الدوليين. وقد تم في هذا الإطار عرض إحصائيات التجارة الخارجية والميزان التجاري، حيث سجلت صادرات الدولة زيادة قدرها 27% لتبلغ حوالي 31 مليار دولار خلال عام 2021، وهو حجم الصادرات الأضخم في تاريخ الاقتصاد المصري. كما تم استعراض أبرز القطاعات التي عززت التصدير للخارج والتي تمثلت في المنتجات الكيماوية ومواد البناء والصناعات الغذائية والسلع الهندسية والإلكترونية والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة، فضلاً عن عرض التوزيع النوعي لأكبر المجموعات السلعية بهيكل الواردات المصرية، والمستهدف تشجيع الاعتماد على توطين الصناعة بها. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز كفاءة منظومة المساندة التصديرية وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامجها، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة. وفي ذات السياق اطلع السيد الرئيس على الموقف التنفيذي لمبادرة الرواد الوطنيين، والتي تهدف إلى المساهمة في إحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي من خلال الترويج للصادرات المصرية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وهي المبادرة التي يتم تنفيذها تحت إشراف البنك المركزي ومن خلال بنك مصر والبنك الأهلي بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة. وفيما يتعلق بالتعاون مع شركاء التنمية على مستوى العالم، تم عرض موقف اتفاقيات التمويل التنموي الميسر لدعم الأولويات الوطنية للتنمية، حيث بلغ إجمالي حزم التمويل لمختلف قطاعات الدولة في عام 2021 حوالي 10.2 مليار دولار، بما في ذلك الإسكان والبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والنقل والتعليم والطاقة والصحة والزراعة والري. وكذلك تم عرض المنح المقدمة لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص في عدد من المجالات، أهمها التعليم والإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي ودعم الشركات الناشئة، فضلاً عن الاتفاقيات الإطارية مع فرنسا وإسبانيا والصين لتعزيز التعاون الاقتصادي والمساهمة في دعم المشروعات ذات الأولوية للدولة.
وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز توافق التمويلات التنموية المختلفة مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات في إطار رؤية مصر 2030، فضلاً عن التدقيق والمتابعة الشخصية المنتظمة من قبل الوزراء للمشروعات التنموية والتدخل الفوري لتذليل أي تحديات أو معوقات، وذلك لضمان تحقيق النتائج المرجوة والاستفادة. وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم كذلك استعراض محاور رؤية الدولة لتحقيق مزيد من تعظيم دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، مع عرض أبرز المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بنشاط القطاعين العام والخاص في مصر ومساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي. رفع رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة للمجلس على أن يعاود المجلس عقد جلسته المقبلة يوم الأحد الموافق 16 يناير، وجاء ذلك بعدما انتهى مجلس الشيوخ من مناقشة نحو 39 مادة من مشروع قانون العمل. افتتح مجلس الشيوخ جلسته العامة بنعي النائب إبراهيم حجازي الذي وقفته المنية، وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس أن الفقيد كان شخصية صحفية لامعة وإعلاميا قديرا وعضوا بارزا بالمجلس ورجلا وطنيا محبا لوطني حتى آخر لحظات حياته. وخلال الجلسة استكمل المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون عمل جديد يعالج سلبيات القانون الحالي ويحقق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، بما يساعد على تحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص ويحقق الأمن الوظيفي من خلال حظر الفصل التعسفي وأن يكون للعامل علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني. القانون كان فيه بعض التقدم، يعني النص على عدم التمييز، ده مادة مستحدثة ودي مادة مهمة جدا. كمان القانون لغى كان فيه استثناء سابق للأطفال العاملين في الأعمال الزراعية، كان بيستثنيهم من حماية القانون، دلوقتي لغى هذا الاستثناء وده برضه تقدم كبير. أبرز ملامح هذا القانون أدى حقوق للعامل أكتر من القانون القديم، ربط الأجر بالإنتاج، ودي أهم ميزة في القانون ده بالنسبة للمستثمرين يعني، وبالنسبة لتشجيع العامل وتحفيز العامل. في وجهة نظري القانون متوازن جدا ما بين أصحاب العمل والعمال، وهيحقق جزء كبير من ضبط الإيقاع ما بين طرفي الإنتاجية في مصر. مميزاته كبيرة قوي للعمال أولا ولرجال الأعمال. من ضمن المميزات ما كنا بنتكلم مثلا على 3% العلاوة، لا هي 3% مفروض اكتواريا كانت تبقى 2.8، الحكومة رفعتها واحنا وافقنا على رفع التلاتة عموما وما مقدمينها بتلاتة بدل 7%، لان 7% دي كانت عبارة عن الأجر الأساسي، والأجر الأساسي ده بيبقى حاجة قليلة قوي، انما 3% اللي مفروض كانت تبقى 2.8 بقت 3% ده على الأجر الكامل بما فيها الحوافز والبدل كل ما يشتق، وبالتالي أما اتحسبت في التأمينات طلعت 2.8، فترفعت بموافقة الحكومة ورجال الأعمال والعمال للتلاتة. قانون شامل تلافى كل السلبيات بتاعت قانون 12 سنة 2003، عمل جزء قوي جدا اللي هو بتاع تدريب وتنمية المهارات البشرية، بحيث أن أنا يبقى الحرفي عندي قابل للعمل بالداخل والخارج، وده بينعكس على ان بيزيد فرص العمل. انا قدمت ماده تعديل عن ماده 19 الخاصه بصندوق التدريب، كانت الحكومه مقترحه ان فائض الاموال يقول الى الخزانه العامه، واحنا قدمنا تعديل قلنا ان ده غير منطقي لان موارد الصندوق اصلا من اصحاب الاعمال بيسددوا اشتراكات عن عمالهم للتدريب. وانتهى المجلس من إقرار 39 مادة من مشروع القانون على أن يعاود مناقشة مواد القانون في 16 من الشهر الجاري. جدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التأكيد على أن الهدف من تنفيذ منظومة التغذية المدرسية
هو إتاحة وجبات تضم مكونات تتوافر بها العديد من العناصر الغذائية المتكاملة التي يحتاجها الطلاب على مستوى المراحل التعليمية المختلفة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الصدد. وخلال ترأسه اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التغذية المدرسية، أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يستهدف متابعة المنظومة والمحافظات التي جرى تغطيتها ومدى الانتظام في تنفيذ هذه المنظومة، إلى جانب متابعة الإجراءات المتعلقة بحوكمة تنفيذها. أشار بيان مجلس الوزراء إلى أن إجمالي عدد الوجبات الخاصة بالتغذية المدرسية التي وزعت حتى الآن بلغت 200 مليون وجبة. قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن هناك ضرورة ملحة للإسراع بخطوات تنفيذ 100 إجراء المقترحة لتحفيز قطاع الصناعة، في ضوء توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز خطوات تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية. جاء ذلك خلال عقده اجتماع لاستكمال متابعة خطوات تنفيذ 100 إجراء مقترحة لتحفيز قطاع الصناعة، حيث شدد رئيس الوزراء على ضرورة متابعة تنفيذ جميع الإجراءات المقترحة، مؤكدا أنه سيتم استمرار متابعة هذا الملف الحيوي بصفة دورية حتى يتسنى الانتهاء في أقرب وقت ممكن. كما عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت. أشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن وضع استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت على مستوى الجمهورية. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي إطار استمرار الدعم والتضامن المصري مع جنوب السودان في مختلف الأزمات والمحن، أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار جوبا الدولي بجنوب السودان، وعلى متنها كميات كبيرة من المساعدات الطبية والإنسانية، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في جنوب السودان. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار استمرار الدعم والتضامن المصري مع جنوب السودان في مختلف الأزمات والمحن، أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار جوبا الدولي بجمهورية جنوب السودان، محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية والإنسانية، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في جنوب السودان. تأتي تلك المساعدات تأكيداً على عمق الروابط والعلاقات التاريخية التي تجمع مصر وجنوب السودان، وانطلاقاً من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الأفريقية في أوقات المحن والأزمات. أعلنت وزارة الداخلية جهود أجهزتها على مستوى الجمهورية خلال شهر في مجالات عدة، وقد أسفرت تلك الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 1950 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 25 مديرية أمن ومصرع 10 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل، سرقة، مخدرات، سلاح، وبحوزتهم 995 قطعة سلاح ناري، من بينها 2 رشاش جيرينوف، 1 رشاش متعدد، 5 بنادق رصاص، 144 بندقية آلية، 164 بندقية خرطوش، 60 مسدسا، 619 فرد محلي، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية،
تم ضبط 270 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 4235 قطعة سلاح ناري غير مرخصة بحوزة 3584 متهماً، من بينها 2 جرينوف و609 بندقية و400 بندقية آلية و278 مسدساً و2946 فرد محل الصنع، وعدد من الطلقات و527 خزينة، إضافة ل6560 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط 4 ورش لتصنيع الأسلحة النارية غير مرخصة وبها أسلحة نارية وأدوات تصنيع. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة في ضبط 54 تشكيلاً عصابياً ضموا 174 متهماً، قاموا بارتكاب 296 حادث متنوع. كما تم ضبط 660 متهماً من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وكشف غموض 261 حادث ما بين خطف وقتل وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 376 متهماً. كما تم إعادة 61 سيارة مبلغ بسرقتها. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 2,158,389 حكما قضائيا متنوعا، من بينها 8,455 حكم جناية، منها 12 حكما بالإعدام و408 حكم بالسجن المؤبد، وعدد 654,083 حكما جزئيا، و112,646 حكما مستأنفا، و1,089,885 حكم غرامة، و293,320 حكم مخالفة. أعلنت إدارة منتدى شباب العالم أن قائمة الرعاة الرسميين لفعاليات النسخة الرابعة من المنتدى تشمل نخبة كبيرة من المؤسسات المصرية والعالمية المتنوعة بين المنظمات الدولية والشركات الاستثمارية والبنوك والوزارات والجامعات. وأشارت إدارة المنتدى إلى أن الرعاة سيتكفلون بتغطية ميزانية جميع أحداث وفعاليات المنتدى بالكامل، وذلك حرصا على عدم المساس بالموازنة العامة للدولة. كما أعلنت إدارة المنتدى عن تبرعها بمبلغ 50 مليون جنيه من فائض الميزانية هذا العام لدعم وتمويل مختلف المبادرات التنموية. أدانت مصر قيام الحوثيين باختطاف سفينة شحن تحمل علم دولة الإمارات العربية أثناء إبحارها قبالة محافظة الحديدة اليمنية. أكد بيان لوزارة الخارجية أن مصر تؤكد على أن مثل تلك العمليات تشكل خطرا حقيقيا على حرية الملاحة وسلامتها في مياه البحر الأحمر، فضلا عما تمثله من انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي، داعية في الوقت ذاته إلى الإفراج الفوري عن السفينة. أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني ضرورة تشكيل حكومة مستقلة ذات مهام محددة يتوافق عليها جميع السودانيين. وخلال اجتماع مع ضباط القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في القيادة العامة للجيش بالخرطوم، أشار البرهان إلى ضرورة العمل على تحقيق مهام الفترة الانتقالية التي تتمثل في تحقيق السلام وبسط الأمن وإتمام الانتخابات. كما أضاف البرهان أن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى تلاحم الشعب السوداني
إعلاء لمصالح الوطن العليا والبعد عن المصالح الحزبية الضيقة، مؤكدا أن القوات المسلحة هي صمام أمان الوطن وستظل متماسكة لتحمي عملية انتقال الديمقراطي. ترأس الرئيس التونسي قيس سعيد اجتماعا في قصر قرطاج بحضور رئيسة الحكومة نجلة بودن ووزير الدفاع عماد منميش ووزير الداخلية توفيق شرف الدين ووزيرة العدل ليلى جفال. قال بيان الرئاسة التونسية إن الاجتماع شهد استعراض سير عمل الحكومة والوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي داخل تونس. قال وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين إن قرارات الإقامة الجبرية تستند إلى نصوص قانونية وليست عبثية. وخلال مؤتمر صحفي أضاف الوزير أن الدولة لن تتسامح مع من يحاول إدخال المؤسسة الأمنية في التجاذبات السياسية. أعلن التحالف الدولي إحباط هجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتا على مطار بغداد الدولي. وأكد مسؤول بالتحالف أنه جرى إسقاط الطائرتين اللتين حاولتا استهداف قاعدة عسكرية ينتشر بها مستشارون من التحالف، موضحا أن الهجوم لم يسفر عن أضرار. تؤدي الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ الصباح خالد الحمد الصباح اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال جلساته المقررة خلال اليومين المقبلين البنود المدرجة على جدول أعماله. وأبرز هذه البنود النظر في تقارير اللجان ومشروعات القوانين، بما في ذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع. حذرت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية من أن تفاقم الظروف الصعبة في منطقة الساحل الإفريقي وتزايد حدة العنف هناك قد تدفع بأكثر من 29 مليون شخص إلى أزمة إنسانية وصفتها بالطاحنة. وأشار بيان صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن مستويات انعدام الأمن والجوع بلغت معدلات غير مسبوقة في 6 مناطق بالساحل الإفريقي، هي بوركينا فاسو وشمال الكاميرون وتشاد ومالي والنيجر وشمال شرق نيجيريا، مشيرة إلى أن الهجمات الإرهابية أجبرت ما يزيد على 5,300,000 نسمة من السكان على الفرار. تعهدت الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا بمنع انتشار الأسلحة النووية، وذلك قبل مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وقال الكريملين إن هذه القوى النووية الخمس أكدت رغبتها في العمل مع كل الدول لتهيئة بيئة أمنية تسمح بإحراز مزيد من التقدم فيما يتعلق بنزع السلاح، مع هدف نهائي متمثل في عالم خال من الأسلحة النووية. أعلنت وزارة الصحة تلقيح 100,000 مواطن بلقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد ضمن حملة معا نطمئن سجل الآن، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي فقط في عدد من محطات القطار والمترو والأسواق التجارية. أكدت الوزارة في بيان لها أن هذا يأتي في إطار خطتها للتوسع في تقديم اللقاحات للمواطنين بلقاحات مضادة للفيروس حفاظا على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 723 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها بفيروس كورونا ومتحوراته ووفاة 20 حالة جديدة. وذكرت الوزارة أنها سجلت أيضا خروج 612 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس
إلى 322,180، بينما بلغ إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا 387,882 حالة. ضمن هذه الحالات 21,817 حالة وفاة. في بريطانيا قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن المستشفيات ستواجه ضغطاً كبيراً في الأسابيع المقبلة جراء انتشار السلالة المتحورة الجديدة أوميكرون على مستوى بريطانيا. وخلال زيارته لأحد مراكز التطعيم قال جونسون إنه سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن الوباء شارف على نهايته، بالرغم من إقراره بأن المتحور أوميكرون يبدو أقل خطورة من المتحورين السابقين دلتا وألفا. من المقرر أن يجتمع جونسون بحكومته قبل عودة البرلمان من عطلة عيد الميلاد لاتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية، مع احتمال أن يبقي على قيود كورونا كما هي. بدأت الحكومة الفرنسية تخفيف إجراءات عزل الأشخاص المصابين بفيروس كورونا ومخالطيهم الملقحين بالكامل في خطوة ترمي للحفاظ على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. من جانبه قال وزير الصحة الفرنسي إنه من المتوقع استمرار الارتفاع في حالات الإصابة بكورونا خلال الأيام القليلة المقبلة في فرنسا، مضيفا أن شهر يناير سيكون الأصعب على المستشفيات. كان رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية ريتشارد فيران قد أصيب بفيروس كورونا المستجد، وقالت رئاسة الجمعية إنه جرى الإعلان عن إصابة فيران بالفيروس عقب اختبار أجري له، مشيرة إلى أنه دخل في عزل منزلي وفقا لما تقتضيه الإرشادات الصحية. أعلنت وكالة الصحة والأمن الغذائي النمساوية أن متحور أوميكرون من فيروس كورونا هو الطفرة السائدة في الإصابات الجديدة بالفيروس. وأوضحت الوكالة أن حالات الإصابة بمتحور أوميكرون التي تم تسجيلها بحلول نهاية العام زادت عن حالات الإصابة بمتحور دلتا. وذكرت الوكالة أن عدد حالات الإصابة بالمتحور في الأسبوع الأخير من العام الماضي بلغ 4,360 حالة مقابل 2,915 حالة بمتحور دلتا. أصدرت حكومة أونتاريو أكثر المقاطعات الكندية سكانا وأكبرها اقتصادا، أصدرت العديد من إجراءات الصحة العامة الجديدة لمواجهة التفشي الكبير في حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا. الإجراءات تشمل تحول الدراسة في المدارس عبر الإنترنت وإغلاق المراكز الترفيهية، كما أعلنت أن جميع المدارس ستنتقل إلى التعلم عن بعد بدءا من يوم الأربعاء المقبل وحتى 17 من هذا الشهر على الأقل. أعيد فتح مدارس مدينة نيويورك الأمريكية على الرغم من انتشار فيروس كورونا. وأكد العمدة الجديد لنيويورك إريك أدامز أن المدارس ستبقى مفتوحة، كما طلب أولياء الأمور بمواصلة أحضار الأطفال إلى المدارس. منحت إدارة الدواء والغذاء الأمريكية الضوء الأخضر لاستخدام الجرعات المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد للأطفال ما بين 12 إلى 15 عاماً. وأجازت الإدارة الأمريكية استخدام الجرعة المعززة من لقاح فايزر بايونتك، كما قللت الفارق بين الجرعة الأولى من فايزر بايونتك والجرعة المعززة إلى 5 أشهر بدلاً من 6. وكانت الإدارة الأمريكية قد سمحت مؤخراً بجرعة ثالثة من اللقاح للأطفال ممن يعانون من نقص المناعة من 5 إلى 11 عاماً. بوتيرة سريعة وغير مسبوقة يواصل فيروس كورونا بمتحوره الجديد أوميكرون تفشيه حول العالم، ما دفع عدداً من الدول إلى إعادة قيود فرضتها في السابق من أجل كبح تفشي الفيروس. ففي الولايات المتحدة أكد كبير مستشاري مكافحة الأوبئة أنتوني فاويتشي أن بلاده تشهد ارتفاعاً كبيراً للغاية في حالة الإصابة بالفيروس مع تفشي المتحور أوميكرون، واصفاً معدل الإصابة المتصاعدة بأنه غير مسبوق.
وفي فرنسا دخلت مجموعة من قيود كورونا حيز التنفيذ اليوم في أحدث محاولة من السلطات لوقف انتشار العدوى، وتشمل القيود الجديدة اقتصار حضور التجمعات الكبيرة على 2000 شخص وإلزامية العمل من المنزل لمدة 3 أيام. في غضون ذلك أعلنت الشرطة الهولندية توقيف 30 شخصاً في أمستردام خلال مظاهرة منددة بالقيود الصحية المفروضة للحد من تفشي المتحور أوميكرون. في السياق، أعلنت كوريا الجنوبية عن أول حالتي وفاة بالمتحور أوميكرون في البلاد لمواطنين في التسعينات من عمرهما، ما أثار مخاوف السلطات من المتحور الجديد. وفي الصين التي أعلنت سلطاتها إقالة مسؤولين اثنين في مدينة شيان بعد ظهور بؤرة لفيروس كورونا في المدينة الواقعة شمال البلاد، مشيرة إلى أن الإغلاق العام الذي فرضته منذ 12 يوماً أدى إلى خفض أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس. في الأثناء، تسبب المتحور أوميكرون في إلغاء نحو 4000 رحلة طيران حول العالم، ما زاد من حالة الاضطراب في قطاع السفر خلال أيام العطلة بسبب سوء الأحوال الجوية وزيادة الإصابات بفيروس كورونا. تعرضت العاصمة الأمريكية واشنطن وعدد من الولايات الأمريكية إلى عاصفة ثلجية قوية، وأمام هذا الطقس أعلنت الحكومة إغلاق المقار الفيدرالية في مدينة واشنطن بالإضافة إلى العديد من المدارس، كما أعلنت مدينة واشنطن وقف رحلات الحافلات وكذلك إغلاق مراكز الفحوص لكشف الإصابة بفيروس كورونا وتعليق توزيع الفحوص السريعة، كما تم إلغاء أكثر من نصف الرحلات الجوية في مطار رونالد ريغان وعدد من المطارات الأخرى. وقد تسببت العاصفة الثلجية التي تعرضت لها العاصمة الأمريكية واشنطن في إيقاف تحليق مروحية الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، والذي اضطر للانتقال بالسيارة إلى البيت الأبيض. كما تسبب تساقط الثلوج في شوارع العاصمة الأمريكية وما حولها في إلغاء المؤتمر الصحفي اليومي الذي تعقده المتحدثة باسم البيت الأبيض. وفي ولاية كارولينا الشمالية غطت الثلوج العديد من الطرق الرئيسية ببعض المدن وبالأخص في مقاطعة بيرسون، وتسببت موجة الطقس السيء في انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل، وبالإضافة إلى كارولينا الجنوبية أيضا. زار وفد من مشايخ القبائل السيناوية الأكاديمية الوطنية للتدريب لبحث سبل التعاون في مجال تدريب وتأهيل أبناء سيناء. تناول اللقاء تحديد أبرز الاحتياجات التدريبية لأبناء سيناء من أجل العمل عليها خلال الفترة المقبلة، وتصميم البرامج المخصصة التي تتعامل مع واقع حياتهم واحتياجاتهم، بما يسهم في تعزيز دورهم في عملية التنمية التي تشهدها أرض مصر بشكل عام وسيناء على وجه الخصوص. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن قطاع النقل شهد طفرة نوعية وغير مسبوقة وفق أحدث النظم والمعايير العالمية خلال عام 2021. أشار المركز الإعلامي في تقرير له إلى أن العام المنصرم شهد افتتاح محور قوس على النيل بإجمالي تكلفة بلغت 1.5 مليار جنيه،
وبطول 19 كيلومتر، كما تم افتتاح محور عدلي منصور بتكلفة بلغت 1,100,000,000 جنيه وبطول 7 كيلومترات، لافتا إلى إنشاء 4 كباري علوية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بتكلفة 738,000,000 جنيه. وعلى صعيد مشروعات السكك الحديدية، أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تجديد 145 كيلومتر سكة على خطوط الشبكة وتركيب 440 مفتاحا، كما تم توريد 110 جرارات جديدة وإعادة تأهيل 34 جرارا. أعلنت وزارة الري إزالة 30,000 حالة تعد على مجرى النيل بمساحة 4,900,000 متر مربع في إطار الحملات الموسعة للإزالات. وقد شدد وزير الري محمد عبد العاطي على أن حملات الإزالات مستمرة في جميع المحافظات لإزالة التعديات الجارية على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري. أعلنت مؤسسة حياة كريمة أن إجمالي عدد الحضانات التي تم إنشاؤها بقرى حياة كريمة لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل بلغ 3,000 حضانة. وقالت المؤسسة إنه كان من أهم التحديات التي تواجه المرأة في مشاركتها في سوق العمل عدم وجود حضانات الطفولة المبكرة. يتواصل تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة الأسكندرية، إذ يتم بقرية بهيج التابعة لمركز برج العرب إنشاء محطة معالجة البرج القديم، إلى جانب استكمال أعمال مدرسة برج العرب الابتدائية، إضافة إلى اقتراب الانتهاء من مبنى محطة مياه البرج القديم وبدء الحفر للوحدة الصحية بقرية الغربانيات. أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي المتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لكافة التطورات الخاصة بمبادرة حياة كريمة في كافة المحافظات للانتهاء من المشروعات المستهدفة وفقا للخطط التنفيذية المعدة لذلك. وخلال متابعته مع محافظ الدقهلية معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة، استعرض وزير التنمية المحلية آخر مستجدات التنفيذ، حيث استهدف المبادرة في المرحلة الأولى بالمحافظة تطوير 26 قرية
و278 عزبة تابعا بمركز شربين. كما تمت مناقشة الدراسات والتحضيرات الجارية لتحديد المراكز التي سيتم استهدافها ضمن المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير الريف المصري. شيعت جنازة الكاتب الصحفي والإعلامي الراحل الناقد الرياضي الأستاذ إبراهيم حجازي من مسجد الفاروق بالمعادي وسط حضور كبير من محبيه. توفي الكاتب الراحل بعد صراع مع المرض، وكان أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، والتحق بمؤسسة الأهرام عام 1975 وعين عضوا في مجلس الشيوخ عام 2020. الآن مع أخبار الاقتصاد. أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 1,900,000 أسرة خلال عام 2021. وأوضح المركز أن الحكومة مستمرة في توصيل الغاز إلى المنازل من أجل ضمان حياة أفضل للمواطنين، مشيرا إلى أنه من المخطط أن يصل عدد الأسر المستفيدة من الغاز المنزلي إلى حوالي 2,300,000 أسرة بنهاية 30 من يونيو. أعلنت وزارة البترول فوز 7 شركات بالمزايدة العالمية الرقمية الأولى للتنقيب عن البترول والغاز في البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس. وقد أكد وزير البترول طارق الملا أن المزايدة ستسفر عن ضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة رغم الظروف العالمية الراهنة المرتبطة بتداعيات جائحة كورونا. ارتفعت أسعار النفط بنسب لم تتجاوز 1% في أولى جلسات العام الجديد بعد تأكيد أوبك بلس أن تأثير متحور أوميكرون محدود على السوق النفطية. رغم خروج قطاع النفط من عام 2021 بتحقيق مكاسب قوية بعد أن لامس سعر البرميل أعلى مستوى له منذ عام 2014 عند نحو 85 دولاراً، ليعاود التراجع إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل نهاية ديسمبر، إلا أن التوقعات لعام 2022 رغم التفاؤل الحذر تشوبها حالة من عدم اليقين، فالمخاوف من وباء كورونا ما زالت تساهم في تقلبات الأسعار، إذ أدى ظهور متحور أوميكرون أواخر نوفمبر 2021 إلى انخفاض أسعار النفط مجدداً وسط المساعي من دول العالم لاحتواء انتشاره. مع دخول العام الجديد قد تجد مجموعة الدول المنتجة للنفط نفسها أمام عودة لفوائض المعروض من الخام في الأسواق، الأمر الذي قد يعزز الحاجة لخفض الإنتاج مرة أخرى. في الوقت نفسه تواجه الدول المنتجة للنفط ضغوطا من الدول المستهلكة التي تشعر بالقلق إزاء موجة التضخم، والتي كان اضطراب إمدادات الطاقة أحد أسبابها.
الطلب المتزايد خلال عام 2021 والمصاحب لتخفيف قيود كورونا دفع الدول الكبرى كالولايات المتحدة واليابان إلى اللجوء لاستخدام احتياطاتها الاستراتيجية من النفط سعياً منها لتهدئة ارتفاع أسعار الطاقة. الأسواق تترقب بحذر ما ستؤول إليه الأمور خلال الربع الأول من العام الجديد بسبب التوقعات المتباينة، إذ تقدم منظمة أوبك توقعاتها الأكثر تفاؤلاً على افتراض أن تأثير متحور أوميكرون بالنسبة للطلب على النفط سيكون معتدلاً وقصير الأجل. وتوقعت أوبك أن يكون نمو الطلب العالمي على النفط قد انتعش هذا العام بمقدار 5,700,000 برميل يومياً على أساس سنوي، فيما قد يزيد بمقدار 4,200,000 برميل يومياً في 2022. وفي المقابل خفضت وكالة الطاقة الدولية وحدها توقعاتها لكل من مستوى الطلب في الربع الأول من عام 2022 والنمو على أساس سنوي. إلى جولة مع أخبار الرياضة. أدى المنتخب الوطني لكرة القدم تدريبه على الملعب الرئيسي باستاد القاهرة الدولي في إطار استعداداته قبل السفر إلى الكاميرون يوم الجمعة المقبل للمشاركة في نهائيات أمم إفريقيا التي يستهلها منتخبنا بلقاء نظيره النيجيري ضمن المجموعة الرابعة في 11 من هذا الشهر. شارك في الميران 19 لاعبا فيما أدى عمرو السولية تدريباته العلاجية. من المقرر أن تكتمل صفوف المنتخب بوصول محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومحمود حسن تريزيجي لاعب أستون فيلا الإنجليزي أيضا. أجريت قرعة النسخة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، حيث ضمت المجموعة الأولى أندية بيراميدز والاتحاد السكندري وإسترن كامباني وفيوتشر إف سي والمصري ومصر المقصة، بينما ضمت المجموعة الثانية الأهلي وسموحة والبنك الأهلي والجونة والإسماعيلي والمقاولون العرب، وضمت المجموعة الثالثة الزمالك وفاركو وإنبي وسيراميكا كليوباترا وغزل المحلة وطلائع الجيش. ويصعد إلى نصف النهائي صاحب المركز الأول من كل مجموعة بجانب أفضل فريق في المركز الثاني ليكتمل عقد نصف النهائي بأربعة أندية. في إنجلترا ومن جديد خسر فريق مانشستر يونايتد على أرضه أمام ضيفه ولفرهامبتون بهدف للا شيء في ختام الجولة 21 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب البرتغالي المخضرم جواو موتينيو في الدقيقة 82. بهذه النتيجة توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 31 نقطة في المركز السابع وبفارق 3 نقاط أمام الثامن ولفرهامبتون، ولكل منهما مباراتان مؤجلتان. جدد المدافع البرازيلي تياغو سيلفا تعاقده مع نادي تشيلسي الإنجليزي لموسم إضافي يستمر حتى 2023، وذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها رفقة البلوز. وأعرب سيلفا بحسب ما نقل الموقع الرسمي للفريق عن سعادته باستمراره في اللعب مع النادي اللندني. شارك سيلفا في 22 مباراة هذا الموسم، وكان قد انضم قادما من باريس سان جيرمان في صيف 2020، ونجح في موسمه الأول في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه. أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير. وأفاد بيان الرابطة بأنه قد جرى إخضاع 14,250 شخصاً لاختبار فيروس كورونا ما بين لاعبي وإداريي أندية البطولة، وذلك خلال الفترة من 27 من ديسمبر الماضي وحتى 2 من هذا الشهر. تعتبر تلك النتائج بمثابة انخفاض طفيف مقارنة بالجولة الماضية من الاختبارات والتي أسفرت عن ثبوت إصابة 103 أشخاص بالفيروس في أندية البريمير ليج.
اعلن نادي برشلونه الاسباني اصابه لاعب الوسط بيدري وفيران توريس الوافد الجديد من صفوف مانشستر سيتي بفيروس كورونا، يخضع الثنائي للعزل الصحي في الفتره المقبله. وقال برشلونه في بيان مقتضب عبر صفحته الرسميه في موقع تويتر ان الاختبارات اثبتت اصابه اللاعبين بالفيروس وانهما بصحه جيده. الى اخبار الطقس. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة. وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع تراكم الشبورة المائية الكثيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. ختام النشرة، والآن إليكم تذكرة بأهم ما ورد فيها من أنباء. الرئيس السيسي يوجه بتعزيز كفاءة منظومة المساندة التصديرية والمتابعة الشخصية المنتظمة من الوزراء للمشروعات التنموية. رئيس الوزراء يؤكد ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات المائية المقترحة لتحفيز الصناعة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشجيع الصناعة الوطنية. البرهان يؤكد على ضرورة تشكيل حكومة كفاءات مستقلة في السودان ذات مهام محددة. تابعوا دوما المزيد من الأخبار والتقارير عبر موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم التواصل معنا والتعرف على الأخبار أولا بأول عبر حساباتنا الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وإنستغرام، ومشاهدة البث الحي للقناة عبر قناتنا الرسمية على موقع يوتيوب. هذه تحيات إيمان الحويزي وتحيات أحمد أبو زيد، في أمان الله.